سلام المسيح معكم أعزائي المشاهدين، منطل عليكم مباشرة عبر شاشة نور الشرق ضمن برنامجنا الأسبوعي إيمانك خلصك إيمانك خلصك، وعنوان حلقتنا لليلة مين هو قريبي؟ طبعا لما بنسمع هيك سؤال بنقول ببساطة يلي بيقربونا هن أهلنا عمومتنا أخوالنا، بس شي مرة فكرنا بالعمق حقيقة مين هو قريبي؟ وشو يعني الإنسان يكون قريب تاني؟ شي مرة فكرنا إنه ممكن الأشخاص اللي بنعتبرهم أعداء لإلنا يطلعوا هن القراب لإلنا؟ مين هو قريبي؟ مين بحبني؟ مين هو قريبي؟ مين اللي بيهتم فيي؟ مين هو قريبي اللي دايما بيسأل عني؟ أو هو قريبي بس على الهوية اللحم والدم؟ مين هو قريبي؟ أخوتي الليلة رح نحاول نكتشف سوا مين بحبنا حقيقة حتى نقدر نحن بدورنا نحب. ببداية حلقتنا برحب بضيوف الكرام الخوري بول أيوب كاهن رعية النبي إيليا ببيت شاي، أهلا وسهلا فيك، سلام المسيح معك. طول عمرك. وضيفتنا الليلة الدكتورة ماري أونج نهرة، معالجة نفسية وأستاذة جامعية، أهلا وسهلا فيك. ميرسي لاستضافتك. ميرسي لكم. ببداية منشوف رح ناخد نص حسب السؤال مين هو قريبي، وراح نشوف من خلال هالنص شو بده يقلنا اليوم بحياتنا، كيف بيحكينا، هل في عنا جروحات نفسية، هل في عنا لصوص بحياتنا عم بيسرقوا لنا فرحتنا. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟ فقال الرجل: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحبب قريبك مثلما تحب نفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا. فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجابه يسوع: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت، واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللاويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه، ولكن سامريا مسافرا مر به فلما رآه أشفق عليه فدنا منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حامله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجابه معلم الشريعة: الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب أنت واعمل مثله. كلام الرب. أبونا خبرنا شوي عن الإطار القريب للنص. أول شيء هالناموسي هو رجل معرفة. نعم. رجل يعرف. ورغم هالمعرفة عم نشوفه عم يطرح السؤال على الرب يسوع: ماذا علي أن أعمل لكي أنال الحياة الأبدية؟
اليوم السؤال بدنا نطرحه، رجل بهيدا الموقع هل يحق له أن يطرح هذا السؤال؟ الملفت أنه بهالسؤال الرب يسوع ما بيعطي جواب، ولكن يعيد السؤال لها الناموسي لعمق ذاته، وبيرد له السؤال بسؤال: ماذا تقول الشريعة؟ كيف تفسر؟ فإذا اليوم الرب يسوع عم بيعيد هالإنسان الناموسي إلى عمق الذات، وبيجبره بطريقة غير مباشرة إنه يعترف إنه العلاقة يلي بدها توصلني على الحياة الأبدية بتنبع من محلين: حب الله وحب الإنسان. واليوم نحن بنعرف إنه رمز الصليب هي العلاقة بين الإنسان وبين الله، وبين الإنسان والإنسان. فإذا المحور هو شغلتين أساسيتين: أول شيء حب الله يلي بينبع من علاقتي المباشرة لله، وهالعلاقة كيف أنا بغذيها وكيف أنا بشتغل عليها وكيف أنا بطورها، لأنه اليوم العلاقة مع الله بتمشي بطور نمو. أنا بكون ولد وبصير بكبر بالإيمان، البنضج بالإيمان، لحديت محل أوصل اعترف أنا بملء إرادتي الشخصية أني أنا إنسان أؤمن بالله. لأنه نحن بنعرف أنه في شيء عندنا الإيمان الموروث يلي منورته من بيتنا، وبيتنا ورثون عن جدودنا، وبنوصل قوم بدك تروح على الكنيسة بدنا نقدس، بوصل لمحل أنا بينمى هالإيمان عندي وبصير أنا بدي أتعرف شخصيا على هذا الإله، وبصير أنا بدي أروح على الكنيسة، وأنا بدي أفوت بالحركات الرسولية وبالجمعيات، وبصير فتش عن العلاقة الصحيحة بيني وبين الله. النقطة الثانية هي حب القريب. نعم. وحب القريب تترجم بالأعمال، والخلاصة بقلب هذا الإطار هن ثلاث نقاط: أول شيء الإيمان، والقول، والعمل. اليوم يسوع بيقول ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. فاذا اذا انا بس قعدت صليت وما عملت اعمال منيحه، وهلا بعد شوي رح نحكي شوي عن الاعمال المنيحه، لانه بنشوف ليش بنعمل اعمال منيحه، في اشياء هيك مبطنه هلا بنحكي عنها شوي بالتفاصيل اكثر. فاذا الثلاث نقاط اللي الايمان والقول والعمل. انا اليوم بدي بشر بكلمه الله لما انا بدي امتلي من الله، وانا اليوم لما بدي اعيش هالمحبه بدي اعيشها بملئة. بدي اعيشها مع مين؟ بدي اعيشها مع الاخر، بدي اعيشها مع حالي، وبدي اعيشها مع الله. فاذا محور هالنص هو المحبه بامتياز. انا اليوم كيف بدي اعيش المحبه بحياتي؟ واليوم انا ما في يحب اذا ما كنت انا انسان محبوب. وبالتالي هيدا هيك الاطار العام يلي انا حطيته للنص: كيف انا بدي احب وكيف انا محبوب؟ هل انا محبوب اليوم بمجتمعي بحياتي؟ هيدا الشيء ببين من تعاطيي مع الناس، كيف انا عم بتعاطى مع العالم، باي طريقه انا عم بتعاطى مع الناس، انا شو عم بعكس للعالم. عظيم. دكتور ماري اونج، النقطة أساسية لأبونا إنه أنا اليوم ما بقدر أحب، أو كيف بدي أحب إذا ما كنت محبوب؟ أمتى ببلش الإنسان يكتشف إنه هو محبوب؟ من النظرة الأولى، ومنذ ما قبل النظرة حتى، منذ الشعور الأول وهو في بطن والدته، من لحظة اللي منعرف إنه في كونسبسيون للحياة. الأم وهي حامل بجنينة تشعر بوجوده داخلها حتى من قبل ما ينوجد، يعني هو بعده بذرة صغيرة بتبلش تكبر، بيكبر حبلها وبيكبر بطنه. وكيفية طريقة حمل هذا الجنين سيسمح له بالمجيء إلى هذا العالم بالكم من الحب، أو بالعكس بكم من القلق والخوف وعدم الاستقرار والرغبة في الموت والصراعات الداخلية وما إلى هنالك. وبصير يكبر الخوف أكثر. فهو يرث هذا وهو في بطنها أصلا. وطبعا لما نوصل للنظرة الأولى
نحن بنحكي بالنظرة الأولى بالعشق والغرام بالمراهقة وعمر الراشد وهيدا، ولكن هي أول نظرة كانت لما كان عمره نهار. هالنظرة أو بيكون فيها هذا الحب اللي تكلم عنه الأبونا، يلي هو من خلاله الطفل سيتعلم أنه مرغوب وأنه مطلوب وأنه مقصود، ما أجا صدفة على هالأرض، أجا لأنه محمول برغبات أقله شخصين، برغباتهم هو محمول. فإذا اقتنع الولد بحمل أمه بهالأسلوب، ولاحقا طبعا والده ولاحقا أخواته والأسرة والمجتمع، هو يكبر وينمو بطريقة جدا متزنة ويتعلم هذا الحب ويبادله، فقدر ما أخذ حيقدر يعطي. والإنسان اللي على كبر ما بيقدر يعطي. وهون بدي أعقب إذا بتسمح لي على قصة المعرفة، لأن كمان ذكرته جملة أساسية، هو رجل معرفة. عقد ما بيعرف وبيتعلم وبيتثقف وبيكبر فكره، عقد ما هو يبقى معاق عاطفيا إذا قلبه ما كبر بنفس الوقت. إذا قلبه ما أخذ عاطفة وشرب عاطفة، فلو قري شرائع العالم ما حيعرف يطبقها إذا ما في محبة. عظيم. يعني الواحد لو حكي لغة الملائكة، لو عنده كل المعرفة وما في هيدا الحب اللي عم بيغزيله قلبه من جوا، ما بيقدر يوصل. ما يعني معنى. استطرادا للي قالوا اللي تفضلوا حكي فيه الأبونا، يجب أن يقترن القول بالفعل. أنا بقدر أوعظ 4 ساعات بالمعرفة، ولكن إذا ما عشتهم وما شعرت فيهم وما تصرفت بموجبهم، أنت ما حتصدقني، حتقلي عم تحكي بس إنه ما في شيء مقرون. طب منشوف هذا الشخص اللي بيعرف وبقول حتى شاف يسوع إنه رد عليه جواب بسؤال، يعني فرجي إنه أنت بتعرف صح إنه هالمحبة يواجه سؤاله بحد ذاته. فهون الأخ ليبرر حاله، بقول حد بقول النص حتى يبرر حاله، سأله من هو قريبي، ولا اللي بدنا نرجع نطرح الموضوع. ليش الإنسان بيبرر حاله بهيدا الموقف بالذات؟ هو انحط أمام المرآة. أنت رجل علم، أنت رجل علم، مفترض تعرف تجاوب. نعم. حطه قدام مرآته، فتطلع هيك، تعرف الطابة لما بتكب على الحيط بدها ترجع لك، فتطلع هيك لقى حاله انزرك بالزاوية لأنه ما عنده إجابة، فرجع بيتل بسؤال أكبر. إذا هيدا الإنسان خاف من نفسه، لما نواجه نفسه خاف من جهله. وثلاث أرباع الوقت بكل مواقف حياتنا لما منبرر نحن منكون عم نهرب من إيجاد الإجابات السليمة والصحيحة. يعني بعطيك أمثال خارج نطاق النص اللي حكيت عنه بحياتنا الحالية. يعني مثلا سأل المراهق ليه سقط بالمدرسة، ما حيقلك لأنه ما درس، إجا الفحص كتير صعب، إلقاء اللوم على الحق على الآخر. إذا بتسأل رجل ليش زوجتك بدها تنفصل عنك، ما حيقلك هو خانة مثلا، حيقلك ما بتنطاق بالبيت، أنت شوفي عيشي معها يومين. أنا هولي يعني عم بخبرك قصص بسمعها بالعيادة وبعرف شو بيصير. عطول اللوم على الآخر، فعطول بدنا نكبه لهالطابة عند الآخر. حتى الإنسان الأول قال له المرة اللي أعطيتني إياها لالله عن حواء هي دي حق عليها اللي أعطيتني إياها، يعني لأنه هي حاملة الخطأ. يعني بمكان ما قلة قدرتنا على مواجهة ضعفنا، قلة اعترافنا بضعفنا، هو اللي بخلينا نكب عطول على الآخر. وحاول هذا الرجل أنه يرجع يكب على يسوع. يعني لما بيبرر الإنسان حاله هو هارب بحالة هروب من مخاوفه، وبيحاول يحافظ على صورته، على صورته، لأنه يمكن في خوف من الآخرين، شو بدي يقولوا عني، شو بفكروا فيه، في خوف من حكم الآخر عليه. نعم. خوف من الحكم الآخر. إذا بدي ردك على أول حديثة، الآخر بحالة الطفل هو الأم، هذا الآخر يحدد ما أنا عليه. فإذا هذا الآخر عم يشوفني بطريقة سلبية فأنا سلبي. إذا يسوع المسيح شاف هالزلمة عالم الشرائع بطريقة سلبية فإذا هو سلبي. فنحن نخاف من هذا الحكم، حكم الآخر علينا، لأنه الآخر هالقد عنده أهمية، أنا بسببه وبفضله موجودة، فأنا دون الآخر لا وجود عندي. يعني في مرايتي، هو مرايتي بأن أقوله، وإذا بدي أشوف أنا بالمراية جرحي
بدي اكسرها للمراية بالضبط حتى ما يبين جرحي، فبدي ضل شارع وبرر وكسر لأطلع على حق، لا اطلع على حق ولا برهن انه ها شفتوا انا معي حق، لكن صورتي ما زالت نظيفه 100%. الحمد لله. نبرر. ابونا تبرير، من تبرير لا تبرير بنشوفه بمنحى تاني عم ببرر حاله بالشريعه، وين بنشوفهم هول الاشخاص اللي ببرروا حالهم بال الشريعة بالطقوس أول شيء التبرير والخلاص هو شيء أنا بقرره، إيه؟ أنا بقرر بملء حريتي يلي أعطاني إياها الله إني أنا نال الخلاص. واليوم نحن أحيانا كثيرة منتعامل مع الله بوثنية، يعني اليوم أنا عطيتك، انا دفعت لك مصاري بالكنيسة، انا صليت الفريس والعشار، وبالمقابل بدي اقول له لله انك انت بدك تعمل لي اللي بدي اياه، بدك تشل لي الالم، بدك تشل لي المخاوف، بدك تشل لي المرض، بدك تساعدني بمشاكلي. للاسف تعرف اوقات كتير بنتصرف مع الله بعلاقة كتير رخيصة، يعني بتلاقي حدا عنده مشكلة، مشكلة نفسية، مشكلة مرضية، مشكلة ببيته، بتلاقيه بلش يبرم على أديارنا، بيطلع على مر شربل وعلى رفقة وعلى الحردينة وعلى بشارة أبو مراد وعلى العذراء، بصير وكأنه هالإنسان عم يفتش على الله، يعني يمكن إذا الله ما كان بمر شربل بركي بيكون برفقة، إذا ما كان برفقة بيكون بالحردينة. طب سوري أبونا، هون مش شوي على الكنيسة بمطرح معين أو على الكهنة، لأنه انطلاقا من أنه هيدا مكان مقدس، هيدا غير مكان غير مقدس، يعني حددنا الأماكن المقدسة، الأماكن المقدسة عم نلتجأ لها، هون الله حاضر بالكنيسة، حاضر بالهيدا حاضر، فأنا وين بدي روح عند الله اللي حاضر؟ لح أعطيك لخبرك قصة صارت معي. كنت أنا وزوجتي بمار شربل، نعم، عم نزور عادي يعني، وإذ بنزل على الطابق التحتاني هيك بلاقي رجل واقف حامل 500 وعم بحف 500 على البلاطة الرخام محل مكان قبر مار شربل. استفزني المشهد، يعني شو عم يعمل هذا الزلمة؟ لما رحت وكانت سيفيل، يعني ماني لابس كلاجمان، طالع أنا ومرتي يعني، فرحت لعنده هيك نكسته وقلت له بدي أسألك سؤال. قال لي مش شايفني عم صلي يا زلمة؟ هلا بدك تسألني سؤال؟ قلت له معلش لو زعجتك، بس خبرني انت شو عم تعمل. قال لي ما بتعرف هيدي الشغلة هون؟ هيدي الشغلة هون بالدير تستعمل. قلت له انا شو هي الشغلة المستعمل؟ قال لي بتوقف قدام قبر مار شربل، بتصلي، بتقدم نية، وبتفرك هالخمسمية على الحيط. قلت له ايه؟ قال لي اذا لزقت فاذا استجاب. قلت له طيب واذا ما لزقت؟ قال لي بيكون ما استجاب. قلت له شو يعني بتيجي بكرة؟ قلت له يا حبيبي، عرفته عن حالي يعني، قلت له حط الخمسمية بجيبتك يا ابني وطلع على الكنيسة، اركع وصلي بإيمان وربنا بيستجيب. أوقات بيصير فينا مثل ما صار بالرسل وقت اللي ألقي القبض على يسوع وانصلب ومات، بهيدي اللحظة التلاميذ بالعلية نسيوا كل شيء قال لهم يا الرب يسوع عن القيامة وعن انتصاره على الموت وعن كل شيء، وفكروا انه المشوار خلص. ونحن كمان بهاللحظات مننسى، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، ومننسى الآية الكبيرة اللي بيقلنا ياسيها يسوع بدون لا تستطيعون شيئا. ما تجربوا تخترعوا اشياء. في قصة كتير حلوة لأنطونيوس الكبير، بيقول عايش أنطونيوس الكبير 50 سنة بالصحراء بصراع هو والشيطان، فبعد 50 سنة بينتصر أنطونيوس على الشيطان، يقوم بيظهر له الله بهيئة نور من الطاقة هيك، بيطلع أنطونيوس هيك بربنا بيقول له صار لي 50 سنة عايش صراع مع الشيطان، هلأ بس انتصرت عليه فقت تيجي لعندي؟ بيجاوبه الله وبيقول له كل هال50 سنة لو ما أنا كنت معك ما كنت انتصرت. فإذن اليوم الله يصغي
الله يرى، الله يرافق الإنسان بكل لحظة. بس اليوم قديش أنا فعلا مؤمن بأنه الله حاضر، الله عم بيواكبني بكل مراحل حياتي. فإذا اليوم التبرير بيمنح الله للإنسان مجانا. نحن يا جماعة أوقات بننسى هويتنا المسيحية، ننسى معموديتنا، بنروح على الوثنيات. اليوم أنا بالمعمودية الله يقدم لي الحياة الأبدية والتبرير مجانا. عم بس أبونا الله بلاش. أوكي بس أبونا لما نشوف هالتبرير يعني الخلاص بالإيمان أوكي وبيجي نتيجته هالأعمال هيدي. طيب لما عم نقول إنه الله عم بيقدم لي الحياة مجانا وبيحبني وكذا، نيجي على واقع الحياة نشوف كل المصايب عم تجي ومنعبر نحن بأمثال مهضومة إنه صام وصلى مثلا، صوم وصلى بتركبك القلة، مش مظبوط. يعني في أشياء أوقات نحن مثلا مننادي فيها بالمحبة وإنه الله بحبنا وهيدا، طب أنا ليش مش قادر حب الآخر؟ ليش أنا جاري إذا وقف مطرحي بموقف بالباركينج وبعمل له مشكل طويل عريض؟ أنا ومرتي أوقات ما منلاقي الحب المجاني، خاصة لأنه عندنا حب متبادل، ما عم نقدر نحب مجانيا. ما في شيء ببلاش، لا كل شيء بدك تدفع حقه. وين أنا بدي شوف هون افهم او اختبر مجانية حب الله لإلي والحياة الأبدية؟ اوكي وانا بحياتي وبمجتمعي عايش، حبني بحبك، اعطيني بعطيك، يمكن كرمال هيك منروح لعند الله منصلي لك تشفينا، يعني نفس المبدأ. كيف بدي اقدر انا اعيش هالمحبة المجانية وانا عايش محدودية بالحب؟ اول شيء مين هو الإنسان المجرب؟ هو الإنسان القريب من الله. كل ما أنت، كنت عم خبرك قبل شوية عن القداسة، كل ما أنت تقرب للقداسة كل ما أنت عم تتفركش، عم تتفركش لحتى ما توصل إلى هذه القداسة. اليوم الإنسان اللي هو عايش الشر بحياته، هذا الإنسان الشرير مبسوط منه، برافو يعطيك العافية، انت ماشي لحالك. ولكن الشرير من يحارب؟ يحارب هذا الانسان يلي عم يسعى نحو القداسة لحتى ما يوصل. بمين بده يحاربه؟ بشو بده يحاربه؟ بده يحاربه بضعفه، بده يحاربه بأنانيته، بده يحاربه بشهواته، بده يحاربه بالناس اللي موجودين حواليه. نحن بنعرف عدو الانسان اهل بيته، عدوه ليسوع مين كانوا؟ جماعته. فإذا اليوم بدي روح على شغلة كتير أساسية، هاي تعلمتها لما كنت بالفاميلا ساليان، لما كنت منسق عام، ففرير سامي حاتم الله يوجه له الخير كان دايما يقلنا أنت بريء، وهالبريء بدو يعبي هالكباية اللي هن كانوا المسؤولين المراكز، انت المنسق اللي بده يعبي هيدي الكبايه، وانت لحظه اللي بتفضى ما بقى فيك تعبي الناس من نعمه الله، رح تعبي الناس شو ما كان، رح تعبي الناس من انانيتك، رح تعبي الناس من ضعفك، رح تعبي الناس مثل كانه شي خوري اليوم طالع يوعظ من دون ما يحضر وعظته، من دون ما يمتلي من روح الله بهالوعظه، بتلاقيه طالع. والناس اليوم بينهم ما عاد غبيه طبعا، صارت بتفهم اذا هيدا الخوري فعلا ممتلئ من روح الله وعم يحكي روح الله، ولا عم يحكي كلمات ايا يكن. عظيم ابونا. بقى اليوم بدي وصلك عليه انت، هيدي الشغله اذا انا فعلا بحياتي صرت ممتلئ من روح الله، مش يعني ما راح اسقط بهدول الاشياء اللي انت تفضلت وقلتهم. هلا بنشوف، هلا بنشوف بعد شوي ناخذ دعاء، بنسمع ترتيله وبنرجع لكم.
سلام المسيح معكم مجددا أعزائنا المشاهدين. بأول قسم حكينا عن الشخص اللي بيعرف كلمة الله، بيعرف بالشريعة، حكينا عن كيف بيبرر حاله الإنسان، منسميه اليوم المتدين. الفرق بين المتدين والمؤمن، المتدين دايما بيسعى لتبرير ذاته قدام الله وقدام الناس، ودايما بيفرجي انه هو صورته احلى وهو اشطر من غيره او اقوى او عنده النعمة اكتر، وشغلته يحكم ويتطلع بالاخرين يحكم على اخطائهم. وبأول قسم كمان حكينا عن يسوع كيف بيتوجه بالسؤال لهالفريسي وبيودي له نظره على المحبة، محبة الله ومحبة القريب. وبما انه عالم الشريعة بيعرف انه اهم وصيتين هن محبة الله، احبب الله من كل قلبك وفكرك وقوتك واحبب قريبك مثل ما بتحب نفسك، حتى يبرر حاله يرجع مع يسوع سأله من هو قريبي. وشو كان جواب يسوع؟ ما في جواب، أعطاه مثل. دكتورة ماري أنج، الإنسان قلنا لما من هو طفل عم بياخد هيدا الحب، عم بيتلقى هيدا الحب، هل عم يتلقى حب مجاني ولا حب مشروط؟ من المفترض أن تكون الأم مؤهلة لتعطي حب مجاني. بيقدروا الأهل يعطوا حب، الإنسان يعطي حب مجاني. طبعاً هي الأمومة هو الشعور الأرقى. نعم. بهذا الإطار، يعني إذا في من حب مجاني على وجه الأرض، نعم، لازم يكون أكثر شيء تلاقيه عند الأم. ولما بتجي وإن لم ينوجد عند الأم يعني مشكلة. ولما بتجي الشاب بيكبر وبينغرم وبتجي الكنة البنت هيدا واللي بدها تخد لابني وما بقى، يعني هون وين صرنا؟ وين الحب في بداياته يجب عليه أن يكون مجاني، لأنه الذي تعطيه الأم للجنين لا يعطيه أي كائن آخر، هي نعم تعطيه من دمه ومن غذائه ومن عظامه ومن ميته ومن 100 مليون شغلة لينمى الطفل. فإذا هو حب عطاء منه أخذ، صح، إلا نعم إذا أخذت بالمقابل أمور كثيرة، مثل الاعتراف الاجتماعي بقدرتها وقوتها لأنها أم الصبي، الاعتراف بالزواج وإجبار الرجل بالزواج بها لأنها حب حملة منه، وما إلى هنالك. إذا هول ما إلى هنالك مهمين، هول كثير مهمين، أعطينا أمثال كثير نعم عنهم. فيها تكون عم تتزوج فقط كرمال الإنجاب، لأنه قيمتها الاجتماعية تأتي فقط من الأمومة، لأنه هي ما جسدت نفسها وكرست نفسها واشتغلت على شخصيتها، فممكن تكون الأمومة هي هدفها الأول والأخير وليس الطفل. عظيم. إذن طبعا إذا الأمومة من بدايتها غير مجانية، سيربى هذا الجنين وهذا الطفل لاحقا على حب مشروط، وستجده لاحقا بمشاكل عديدة رح يتعرض له هو بحب مشروط، يعني حتى حيختار يحب بشكل مشروط، ما رح يتعلم المجانية في العطاء. ولاحقا هيدي الأم يلي وصفناها ممكن تسبب له مشاكل لزوجها بأنها تمتلكه، ولابنها بأنها تمتلكه بأنها بدها إياه وبأنها ما تعرف كيف تحبه وتعطيه لامرأة أخرى إذا بده يتزوج لاحقا ابنها وما إلى هنالك. كمان هيدا شابيتر طويل عريض. هذا الامتلاك، هذا الامتلاك، سوري، هذا الامتلاك اللي بتعطيه لابنه لإله، شو بيأثر عليه؟ بيأثر كثير، لأنه مثل ما حكينا هو لن يتعلم العطاء من دون مقابل. هون رح يرجع على فكرة أنه أنا ما بقدر أعطي إلا ما أخذ مصلحتي أولا، بحب حالي بعدين بحب الآخر. وسؤال الاختصاصي العالم الاختصاصي بالشريعة ليسوع بيقول له انه انا اللي بعرف، انا بعرف هيك. ولما جاوبه يسوع قال له حب قريبك، قال له مين هو القريب؟ هل هو انا ذاتي او الشخص اللي مقبيلي؟ مين هو قريبي؟ هذا السؤال الاساسي. اذا الحب اذا الطفل مشبع حب وصار هو حالة الحب هذه،
هو نفسه هذا القريب ويستطيع أن يحب كل العالم من خلال ذاته. إنما إذا أنا مني مشبعة حب منذ طفولتي، بكبر على هواجس كتير ومخاوف كتير وعدم استقرار وعدم إيمان، سأصل إلى الحب اللي أنا أعتقده مجاني من خلال الآخر، فبتصير عملية الابتزاز يلي حكينا عنها هديك ساعة بنعملها مع يسوع، مع الله بنعملها معه. إذا بتصححني أنا بصلي لك، إذا بتشفيني أنا بدفع لك. نعمل عملية ابتزاز دايمة حتى مع اللي خالقنا، لأنه علاقتنا مع الحب هي غلط، لأنه من أول ما خلقنا من نعومة أظافرنا ما تعلمنا نحب بشكل مجاني ونحب حالنا بشكل مجاني. صح، أعطيك بس مثلين كتير تيبكل يعني العالم كتير تتعرض له. إذا ابني معوق أنا ما فيني أحب، أنا بحبه إذا هو كامل الأوصاف، إذا هو جميل، وبعد أفضل إذا بيشبهني ما بيشبه بيه، بعد أحسن بيكون. نرجسيتي هي القصة كلها، عرفت قديش لمين طالع؟ لأكيد لأمه، وأكيد مش لعمته وخالته وسته وجده، والصفات السيئة لبيه. أو فشوف قديه نحن نشترط حتى الحب يعني بعده بعده طفل بعده ببدايته. فكيف الحال لاحقا؟ أنا بتزوجك إذا أنت بتأمن لي جنسية أجنبية هلأ درجة أو سيارة أو خادمة، بحبك ساعتها وبحبك كتير وبعطيك كل شيء بدك إياه. هل قد وصل فينا إذا بدك الابتزاز العاطفي؟ فأنا برأيي لما بتسألني من هو قريبك، ويسوع قالنا حبوا بعض مثل ما بتحبوا نفسكم، كأنه أنتم عم تحبوا حالكم، فهي دائرة. إذا أحببتني سأحبك، وإذا أحببت نفسي أستطيع أن أحبك. ولكن هالعملية هاي ما بتصير إذا أنا من الأساس ما تعلمتها مع الكائن الأول اللي استقبلني على هالدنيا. يعني ومن الأساس بالحياة الإنسانية والحياة الروحية وبكل القصص بردو في مثل بيقول شاريتي يانور دوني كومانس بار سوا ميم. أنا بعكسك شوي بفكرة التبرير، يعني مش غلط الإنسان يحب نفسه، الغلط إنه في محبة للذات، ولا الغلط إنه ما يعرف يجير هالمحبة إلى الآخر. إذا هلا بمحبة الذات ما نفوت فيها بالأنا، بمحبة الأنا صح، منا مرضية، منا مرضية الخبرية، بده يحب ذاته، يعني بده يقبل ذاته، يعني بده يقبل ضعفه، يعني بده يقبل جروحاته. هيدي اللي رح نوصل ليقدر يعرف من هو قريبه. أنا بدي أقبل إني أنا مجروح، أنا عم بنأذي وعندي ضعف، وعندي ضعف، لأقبل ضعف الآخر وحدود الآخر. ساعتها بقدر أقبل ضعف الآخر وأعطيه إذا بدنا العذر إنه لحتى نعيش هالرحمة بين بعضنا. أبونا هالشوت اللي نزلها الإنسان من أورشليم اللي بترمز للقداسة أو لمنطقة الله لأورشليم السماوية، وصولا إلى أريحة على خط أريحة اللي بترمز للخطية، هالشوت اللي بيعملها الإنسان، ليش الله بيسمح انه ننزلق؟ اول شيء بس كنت بدي عقب على شغلك، كنت عم تقولها دكتوره، الانسان بيخلق بالحياه عم بيقول انا بدي، نعم، يعني انا بدي اشرب، انا بدي اكل، انا بدي البس، انا بدي روح، انا بدي مصاري، بيصير بالجامعه انا بدي سياره، انا بدي اشتغل، انا بدي اتجوز، انا بدي انا بدي. وبيهمل الكلمة اللي بتكفي هالجملة، مثلا أنا شو بدي أعطي، شو بدي أعطي؟ وهون هالأنانية لما بتتملكني بتقتلني. اليوم عم تسألني ليش الله بيسمح، أنا لحلك شغلة، الله يحترم حرية الإنسان لأقصى درجات الحرية. يعني اليوم مريم العذراء صحيح انه الله اختاره، الله اختاره، بس ولكن ربنا نطر النعم تبعيتها لمريم لحتى يمشي بمشروع الله الخلاص. طيب اليوم لو مريم قالت لا، شو كنا عملنا؟ راح يكمل خلاص، كان بده يكون في امرأة تانية، كان بده يكون في خيار تاني عند ربنا. ممكن اليوم اوقات كتير بنخلط بين الله يعرف والله يتدخل. فاليوم الله بيحترم حريتي أنا كإنسان، واليوم أنا بوصل لمحل بعرف
بعرف ضعفي وبعرف خطيتي ومثل ما كانت عم تقول الدكتوره قبل شوي بخبيها، بس ولكن انا بعرف. انا بقول لهم لتلاميذي اوقات كثير انه انا اليوم اذا انا حرامي كل العالم بيتهموني بيقولوا لي انت ابونا حرامي، اللي حضلني اقول لهم لبعد 100 سنه اني انا مش حرامي، بس انا بعرف حالي اذا انا حرامي ولا لا، والله بيعرف اذا انا حرامي ولا لا. فاذا اليوم هالشيت اللي بننزله هو باراده شخصيه مني، واليوم في شيء بالحياه موجود بقلب الكنيسه اللي هو دور الخوري. وكنت عم بحكي انا وياك قبل شوي، اليوم الكنيسه لها دور. اليوم لما هالانسان بيعمل هيدا الشيت اوقات بارادته اوقات برات ارادته. اليوم ما فينا نعتري، ما فينا ننسى انه الانسان هو كائن ضعيف. خذ اكزامبل كثير بسيط، بطرس. بطرس اذا بتطلع بالانجيل بتلاقي ما في خبريه الا ما ربنا بينسفه اياها. مره بيقول له يا قليل الايمان، مره بيقول له اذهب عني يا شيطان، مره بينكره قدام. فاذا اليوم اذا بدي اجي اطلع على شخصيه بطرس هيك واقول انه اخر شيء بيقول له ربنا انت الصخره وعلى هذه الصخره سوف ابني كنيستي. اي صخره انت يا اخي؟ انت زلمه شكيك، انت زلمه ناكر، انت زلمه قليل الوفاء، طلب منك تصلي رحت نمت. فاذا اليوم يسوع بيطلع على قلبه لهالانسان. واوقات كثير نحن بنفكر انه هالشيط اللي بننزله خلص انا صرت بغير دنيا بعيد عن الله. لا مش مزبوط. انا ما جئت لاجل الاصحاء بل لاجل الخطأ. واليوم دور الكنيسة قديش هالراعي فعلا قريب من القطيع ينزل. ايه اكيد ينزل لعند الناس. يا اخي اليوم انت كخوري بقلب الرعية اذا شفت انه روجيه اول احد ما اجا، اوكي يمكن كان عنده شيء راح ظهر مع عائلته، طب تاني احد كمان ما اجا، لا بدي يطلع التليفون دق بدي روح زوره، انت ليه ما عم تجي على الكنيسة؟ في عندك شيء مشكلة؟ قاطع بأزمة؟ في عندك شيء بحياتك؟ في كثير اخوان عم يعملوها هيدي؟ نعم هي في كثير ناس عم يعملوها هي. انا بدي اقول لك شغله دكتوره، في فرق كثير كبير ما بعرف بدنا نروح لغير مطرح، ما بين الراعي بين الراعي والاجير، بين كهنوت الخدمه وكهنوت الوظيفه. كنت عم خبره لروجيه انه نحن عندنا بطقسنا البيزنطي لما بده يرتسم شخص كاهن بياخذوه بينزلوه للشماس بوقفوه باخر الكنيسه وبيفوت. هيدي علامه انه الكاهن هو من الناس وللناس طبعا. فانا اليوم يا اما بدي اكون للناس يا اما انا بدي اكون عم بستعمل كهنوت الوظيفه، بدي اقعد بمكتبي ويجي رجال عندي بعمل له ورقه اوكي روح. لا انا ما في يكون هيك. الكاهن هو شخص مصغي لمعاناه الناس. واليوم اذا ودور الخوري كمان كنت عم بحكي انا وياه قبل شوي عن مرافقه الكاهن لهيدا الشخص. طيب اليوم اذا هيدا الشخص لسبب ما سقط نتيجه ضعفه، يعني اليوم بطرس كل هالاشياء اللي عملها ما عملها لانه ما بيحب الله، ولكن عملها نتيجه ضعفه. لما قال له يا قليل الايمان، خلينا نحطها على حالنا اليوم، اذا هلا اجى يسوع المسيح وقال لي يا بول بدك تمشي من الطابق السادس على هديك البنايه بالهواء، مين بيمشيها؟ صح. انا مش هيك عم بقول انه ضعف الانسان منه حدود بحد ذاته، منه أكيد. مشكله، يعني انا ما عندي مشكله مع حدود الانسان، انا عندي مشكله مع قله المرافقه. يعني هو طبيعي، انا برايي طبعا كمعالجه نفسيه طبيعي يضعف. نعم. من الغير طبيعي ما يضعف، لانه نحن ما جينا كلنا قديسين على الارض، ما لنا ملائكه، نحن جينا بضعفنا. ايه بس اوقات اوقات انه انا الانسان كمان بروح والله يعني نسمعها، ما الانسان ضعيف، ما الانسان بيقشط، ما الانسان يعني بيوصل لمطرح اخر شيء ببرر حاله انه بفوت وبيرجع بالتبرير. يعني مثلا بنشوف حالنا دائما بنستخدم هالشريعه، بنستخدم هالكلمه، كلمه الله حسب مصلحتنا، كيف تقتضي مصلحتنا. يعني انا اليوم اذا في انت حضرتك بدك تاذيني بخطيه معينه، اوكي بدك تسرقيني، لك ما تسرقي، سمعتي كلمة الله شو بتقول؟ يا ويلك وين بتروحي؟ على جهنم. وإذا أنا جيت عم بسرقك ولو صح، ما يعني في شغلة هون مثلا بالنص. هلا الشيط اللي نزله الإنسان
واللي حبيتها من ابونا انه الكاهن بده ينزل، يعني بنشوف مثل هيدا السامري اللي نزل على الارض نفس الطريق ماشي هو وياه، بالوقت ذاته في كاهن وفي لاوي. الكاهن بيمثل الشريعه واللاوي الطقوس والهيدا. قديش بتاذي انه انا اقول للشخص دايما على مصايبه وخطاياه وجروحاته، انت زاني، انت بتتعاطى مخدرات، بتصححه اذا عددته؟ اكيد لا، اكيد لا. ونحن بالعياده اول شغله بنعملها لما نسمع للاخر نصغي اليه الى وجعه، اول نقطه. وثاني نقطه بدنا نسمعه ليوصل هو يخبرنا شكواه، وليوصل بعدين هو يعترف بالطريق اللي بده يوصل له، وإذا بدك الهدف اللي رح يسيبه هو مش أنت، نحن بس منرافقه على الطريق. إذن أكيد ما بيفيد تعايره وتحكم عليه. ولكن أنا بركي من موقعي برر كتير بأي معنى، برر هالتبرير يلي أنت عامل عليه حمل اليوم، مش لأقول أنه الإنسان ضعيف، لأقول أنه كل واحد منا عنده حدوده، وحدودك غير حدودي وغير حدود الأبونا وغير حدود أي إنسان آخر. يعني ما تستطيع أن تقوم به أنت أنا لا أستطيع أن أقوم به. مش قصة أنه أنا والله أضعف وأنت أقوى، ما كل واحد مركب بتركيبة مختلفة عن التاني، كل واحد جيناته مختلفة عن التاني، فكره مختلف عن التاني. فهالضعف سميه، ما بدي سميه ضعف، هالاختلافات إذا بدك هي غنى لإلنا. فبقدر ما فيك أنت ترافقني بالإشياء اللي أنا ضعيفة فيها، بقدر ما بتغنيني، وبقدر ما أنا بقدر رافقك مثل ما السامي رافقه للشخص، بقدر ما بيغنيه. هو ما غني بالدينارين اللي عطيه للفندق، هو غني بمرافقته، بمحبته، بإنحنائه، بالخمر، بالزاد، بالاهتمام، بقبوله، بالحب اللي عطيه، بقبوله، باختلافه. هذا الإنسان منه مثلي، منه من ديني، وبرضه أنا قربت منه وحنيت له ورحمته. هون هيدي اللي بدي وصلك لها، اذا بتسمح لي انا مني لاهوتيه ولكن عم بعطي فكرتي انا عن الايمان. هيدي اللي بتقوي ايماننا، هي النعمه اللي بترفعنا عند الله. مش انه انا لحالي ما انزل، لا انا رح انزل اليوم او بكره، واذا مش اليوم بعد بدي اقشط، بدي اقشط، ما في معرض. قديش بقدر اقبل مساعده الاخر، قديش بقدر اتواضع واكسر راسي، ويمكن مشان هيك نوجد الموت والمرض والضعف، ليتعلم الإنسان يكسر جبروته ويتقبل مساعدة الآخر. ومنه محور الكون، منه هو لحاله قادر قدير. علينا أن نتساعد، إذا قدرنا نتكافأ كلنا سوا بمحدوديتنا، بدل ما نبرر لبعضنا بس، إذا قدرنا نتكافأ هون نترفع عند الله. أنا هيدي نظرة الأمور، يعني كل واحد حسب قدرته يقدر يساعد. مثلا شوف أنا هون حتى بالكاهن واللاوي ما في حكم من يسوع ابدا، عليهم ما حكم عليهم، وصف الحاله انه ما قدروا، ما عملوا له شيء، حملوا حالهم وفلوا بالضبط. وانا لا ادينهم، هي الفكره، يعني لانه ما في دينونه للشخص ما قدر حمل حاله وفل. ما في دينونه بالموضوع لهيدا، حتى ما في، حتى يسوع ما سمح لحاله يعقب هداك، جرب يدندله انه شو رايك، ما عقب على حدا، ما دين حدا، لانه فعلا هو يدري انه كل واحد منا عنده نقاط قوه بمكان ما ونقاط ضعف بمكان اخر. النقاط الضعف فينا نسميه انطلاق من النص، اللصوص اللي شبقوا فيه، اللي تركوه بين، يعني اوقات حكي شغله لابونا انه اوقات انا بعدم ارادتي بقشط باشياء، بنعرف اوقات مثلا في اشياء الغضب، الثرثره، الحسد، اوقات بيكونوا جايين نتيجه جروحات قديمه. يعني هل اللصوص هن هودي الجروحات اللي بيتركوا الانسان يقشط؟ يمكن هن، يعني بكلمه لصوص انا بشوف انه هن اللي بيسرقوا منا هالاستقرار او هالسعاده او هالرحمه، ممكن يكونوا جروحاتنا طبعا، بيقدروا يكونوا هن اذا بدك الوجع اللي نمه جواتنا وخلينا ننقم على الاخر، وبركي يكون عندنا رده فعل سلبيه على الاخر. فيهم يكونوا أفكارنا الداخلية، أفكارنا السوداء، فيهم يكونوا مخاوفنا، ولكن بيقدروا يكونوا كمان سلوكيات الآخرين.
نعم. أحكام الآخرين علينا، كلام الآخرين، كلام الآخر بيوجع كمان، مش بس كله من حالنا. يعني عملية التدمير منا بس ذاتية داخلية. نحن عايشين بمجتمع والمجتمع قاسي. يعني إذا بنرجع على ظالم، ظالم وقاسي. إذا بترجع على القبيلة الأولى اللي هي العيلة الأسرة، لما بيخلق ولد بأسرة، طب ما عنده أخوة، بدك تشوف أخوته كيف عم بيعاملوا. نحن بنشوف بالإنجيل أمثال كتيرة كمان عن الأخوة كيف بيعاملوا بعضهم، والتمييز والتمييز. فالإنسان منه سهل عليه أنه يقاوم هالأفكار إذا بدنا نعتبرها الشريرة أو هاللصوص، وهو بيظل هالقد تحديات يومية. فأنا مشان هيك هذا المسار كله بعتبره مسار إيماني كبير، إذا بيقدر يوصلنا أنه ما نشكك بالآخر، ما نشكك بذاتنا، وإنما ندرك أنه رح يجي أحد الأشخاص يساعدنا بيوم من الأيام ترمل نحن بحاجة لإله. افتكر هيدي الرسالة كتير مهمة، أنه ربنا ما بيترك حدا، وما بتعرف مين هو الإنسان اللي رح يجي لعندك ترمل اللي أنت حتكون بحاجة لإله، ومش بالضرورة يكون الشخص اللي أنت مفتكره قريب. حلو. ممكن يكون مفتكره عدو وبيطلع هو قريبة. أبونا بهاللصوص نفس الفكرة، هل ممكن نعتبرها أنه الخطايا؟ في ناس بيقولوا مثلا أنه الخطية، إجرة الخطية هي الموت. الشرير ممكن يوقعني، يضربني، تعرض لها الهجوم الداخلي. كيف نفسرها اليوم هاللصوص اللي تركوه بين قبل ما نحكي عن اللصوص بدي احكي شوي عن دور الكاهن. نعم. اوقات اليوم نحن ككهنة للأسف بنفكر حالنا انه اذا انا صرت خوري يعني انا صرت القصة كلها، انا فهمان بكل القضايا. ولكن انا بمكان ما بمرافقتي لاشخاص اذا وصلت معهم لمشكلة، اني انا مني قادر حلله هيدي المشكلة، بدي وجهه. يعني اذا انا اليوم اكتشفت انه هالشخص عم بيعاني من مشكله نفسيه، يا اخي انا مني طبيب نفساني، انا مني اختصاصي علم نفس، انا بدي وجهه. لانه اليوم اذا انا ضليت عم بتفلسف عليه انا صرت انا عم يعني اعمى يقود اعمى بالنهايه. فاليوم انا بدي اعرف، كمان كانت عم تقول قبل شوي الدكتوره، كل انسان عنده حدود، كل انسان عنده طاقه، وكل إنسان اليوم يمكن أنا قوي باللاهوت، هي قوية بعلم النفس، أنت قوي بإدارة البرامج، كل إنسان عنده ربنا عطيه مواهب. أنا ما في أتصلبط على موهبة حدا. واليوم إذا أنا مني قادر حلله هيدي المشكلة، أقله كون إنسان مصغي. الكاهن هو رجل يصغي لمشاكل الناس وبوجه بحكمته وبنعمة الله اللي عطاني إياها، بوجه هذا الإنسان. اليوم بالنسبة لهالخطايا برجع بقول نحن اليوم بالكنيسة بحاجة لقيامة جديدة، بحاجة لقيامة. امبارح كنا عم نصور مع سيدنا بقعوني، كان عم وجه رسالة لشبيبة الأبرشية للمشاركة بلقاء شبيبة روم ملكين الكاثوليك، بيقول لهم نحن جميعا بحاجة لقيامة جديدة. يا أخي نحن اليوم بحاجة لإعادة نظر لزواتنا. ما نحن اليوم فينا نقعد نعمل مثل النعامة، يعني نحط راسنا بالأرض ونقول إنه ما حدا شريفنا. اليوم الكنيسة بكل كينونتها بحاجة لنهضة، بحاجة لقيامة، بحاجة لأني أنا أوقف أعمل نقد ذاتي. أنا اليوم ككنيسة ككاهن أنا برعيتي بدي أعمل إعادة قراءة لعلاقتي مع الناس الموجودين حولي. أنا كيف عم بتعاطى معهم؟ أنا كيف عم بنظر لهم؟ هل أنا اليوم فعلاً عم بقوم بواجب الكهنوتي؟ بدي أنا أطلع اليوم، بدي أقبل كمان أني أنا كائن ضعيف، أنا معرض للسقوط، أنا كمان بحاجة لشخص تاني يكون عم بيرافقني. لأنه اليوم نحن بنعرف أنه الكاهن معرض للسقوط، إن كان بالشهرة وإن كان بالسلطة وإن كان بالمال، إنسان كله معرض. ايه يعني أكيد. كان كاهن أو غير كاهن، برجع بقول في ناس معرضين اكثر. ايه اكثر من اليوم الكاهن انسان معرض. انا برايي اكثر لانه هو قدوه، ما تنسى. صح. يعني هو منه عايش بالظل. ايه هلا هو الخطيه خطيه طبعا. اوكي. نحن بنشوفها الدور الاجتماعي طبعا، نحن بنشوفها اكثر لانه كمان نظرتنا للكاهن اللي جاي نظره بسميها تدين طبيعي،
انه هو الشخص اللي مش لازم يغلط الوسيط بيننا وبين الله، يعني هو الطهارة، هو القداسة. انا اليوم كيف بدي توصل طلباتي لله؟ من خلال وسيط. اوكي، هيك كانوا من على الوثنية، في آلهة على كل جبل، في خورة بده يقدم له الذبيحة. اوكي، كان يحب اللحمة تطلع الروايح اسرع. فاليوم انا شو عم بقدم؟ صلوات الابونا بقدم لي اياهم بمشي الحال. اليوم انا نعرف شغلة، انه هل الكاهن وهالانسان انا اللي عم بلتقي بحب الله عم بلتقي بقريبي اللي هو ممكن يكون مش كاهن، ممكن يكون شخص علماني، ممكن صح؟ يكون مين ما كان، عم باخذ هيدا الحب منه، عم باخذ هيدا الحب وعم بشبع، عم بيداوي لي جروحاتي. يعني قديش حتى كمان اوقات نحن لما بنساعد اشخاص بنعلق بالخير اللي بنعمله. صح. يعني بتعلق، انا قد ما بعمل منيح بحس انه خلص ملكت الدنيا فايت على السما دغري بتيابي، قد ما عامل منيح بسمع الناس شو ادمي شو خدوم شو هيدا. اخر شيء اذا هودي عم بتخيل شي مره هيك الله يوقف العمل المنيح بين ايدي، اذا عم بعمل منيح شو بحس فيه انا، شو بحس بحالي يعني بهيدا الموضوع. هذا فراغ، بصير نوقع بفراغ كبير، لانه نحن هون عم نبرر وجودنا من خلال خدمه الاخر فقط. بتعرفي يعني راهب يسوعي اسمه فرانسوا باريون بيعمل كتاب اسمه فرح والايمان بهجه والحياه، بيتجرأ وبيقول ليس الله الا محبه. واليوم انا بحياتي حياه الانسان الله محبه والله نور، واليوم اذا غاب الله غابت المحبه غاب النور، تحول الانسان حتما الى ظلام 100%. أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا. أول شيء بحب أتشكر أبونا بول، نشكر حضورك ونشكرك على هالكلام الحلو، وبشكر خاص كمان للدكتورة ماري أونش، وأهلا وسهلا فيك بيناتنا. نهاية بختام حلقتنا، وصلنا لمن هو قريبي. بحسب النص يسوع هو هالسامري. يسوع اوقات اللي عم نحس اوقات وكأنه هو عدو لإلنا. كيف منحس انه هو عدو لإلنا؟ لما بيطلب اشياء نفتكر انه ما بتخلينا نرجع سعداء، ما بتخلينا نشعر بالسعادة، منحس انه عم نخسر اشياء ونقدمها. بينما كل ما نفتح قلبنا على حب الله المجاني قادرين نحب ونعطي بمجانية. من هو قريبي؟ هو كل شخص بدربك عم تاخد منه هيدا الحب، عم بيعطيك هيدا الحب. سلام المسيح معكم أعزائي المشاهدين، ملتقينا إن الله راد الأربعة، كل نهار أربعة الساعة 9 عشية. الله معكم.